كيف أدمن؟ الواحد ما عاش عارف كيف يتصرف. غير خيرك يا حاج أحمد، صايم ما يكلمني حد. غير خيرك يا حاج أحمد، صايم ما يكلمني حد. شن تحسبوني جيباني، أنا ما زلت صغير راني. شن تحسبوني جيباني، أنا ما زلت صغير راني. شوفوا يا ناسي وجيراني، شوفوا يا ناسي وجيران. زين وهمة وسمح القد، زين وهمة وسمح القد. غير باهي يا حاج أحمد، قتلك ما يكلمني حد. غير باهي يا حاج أحمد، نرقص ما يكلمني حد. برا برا يا غير ضربة يا حاج أحمد، خلوني نرقص يا ولد. غير ياسر يا حاج أحمد، خلوني نرقص بالفد. منين جايين انتو زوز؟ كنا ندوروا في البن. ترى تدوروا في البن؟ باهي قولي، ما عندكمش ممنوعات هنا ولا هنا في السيارة ولا؟ ممنوعات لا والله ما فيش. باهي توكل توكل انت وياه. سمعت عند حس امني. في تكون عندي ممنوعات بنقول لك عليهم انا. طب بالله يا احمد، هادم الشرطه باي، علاش ما يلبسوش حوايج الشرطه ويحلقوا شعرهم ويساووا روحهم حتى شويه؟ وعلاش اغلبهم بعدين سياراتهم من غير طرقات؟ علاوة يموتوا في العناد. القصه مش قصه عناد يا احمد. المفروض وزاره الداخليه ووزاره الدفاع يطلبوا من المنتسبين ليهم الانضباط والالتزام بالقيافه، وما في سيارة تتحرك إلا بطرقتها. ووك يا ليه، والتليفون يشارين. ووك هادي غزالة، شن تبي تول دعوة؟ أيوة انت وين يا أحمد؟ ووك ميت مرة قلت لك ما تسرينيش السؤال هذا يا غزالة. باي تعال بسرعة نبيك يا أحمد. ووك هالي جاي يا همي، هالي جاي. كيف حالك يا عياد؟ ولا لا ماشي يا الامور يا عمي احمد، دي خدمه. شن بنقولك يا عياد، عندي العمول انا بيك تخطفهم. وصلت يا عمي احمد، احنا كتيبتنا هذا تخصصنا الخطف بس. هاي امشي معاي. وين يا عياد؟ نمشوا لمعتوق المخبش امر الكتيبه، نتفاهموا معاه. السلام عليكم. من اللي جبته معك يا عياد؟ تي هذا احمد جارنا. انا جارهم وعندي مرتي وصغاري
تخطفهم وتتصلوا بيا تطلبوا فدية. ومن بيدفعنا الفدية؟ ما هو يا معتوق مرتي بنت عمي في نفس الوقت وما عندهاش خوت أولاد، وعمي اللي هو أبوها مات وخلالها أرض 20 هكتار وأنا نورث معاها ونبيع الأرض وناخد نصيبي ونعطيكم نصيبها، والدير فيا معروف تكمها وريحني منها هي وصغارها. عياد. نعم يا رئيس. أسمعني كويس، حط أحمد في الشلة واتصل بمرته تدبر في الفدية. تم يا رئيس. تغر كيف أنا جيتكم برجلي ونبيكم تخطفوا غزالة والصغار كيصير. أحمد في الإيد والغزالة على الشجرة. خطوة بنفس التوقيت.